السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي عمر فخر الكوتري، واحد من مواطنين وسكان مدينه اسنا. طبعا في البدايه مدينه اسنا وفي الفتره الاخيره بتشهد طفره معماريه وتنوعيه مهمه جدا 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 جدا. في اهتمام من الدوله بشكل عام وبمشروعات حياه كريمه بكل مقومات الدوله الماديه، واهتمام من الرئاسه بشكل كبير جدا بمشروعات حياه كريمه، وفي اهتمام كمان ومعمول ضبط بالتحديد على الاماكن التراثيه والاثريه. طبعا في الفتره الاخيره شفنا في مدينه اسنا سوق السياحه طبعا اصبح تحفه بعد ما كان الارضيات بتاعته شبه بصراحه متهالكه، والاسقف بتاعته الخشبيه كانت متدمره بشكل كبير جدا جدا. النهارده اتعمل له بارات انترلوك واتعمل له اسقف، طبعا ده بيحسن من مستوى الشكل العام بتاع الزياره بتاعت الزوار اللي بيجوا من بره، وبشكل عام برضو بيسهل مرور المواطنين وبيخدم المنفعه بتاعت الطرق السياحيه والاثريه. كمان في اهتمام جدا جدا بمشروعات حياه كريمه، وده طبعا حاجه مهمه جدا ووصلت صدى كبير جدا، وكان في اهتمام بالبيوت طبعا، وكان في اهتمام حاليا في مدينه اسنا بسوق الجسريه وبالبيوت القديمه. طبعا ده كله بيشهد طفره معماريه ما كناش شايفينها قبل كده، وان شاء الله دي المشروعات تستمر باذن الله وتبقى افضل وافضل وافضل، والمشروعات تفضل مكمله باذن الله وتنتشر في كل ربوع مدينه اسنا وتنتشر في كل ربوع محافظه الاقصر ومنها الى سعر انحاء الجمهوريه. شكرا.